الحكومة تخفض عمر الرعاية المجانية للأسنان. الاشتراكيون يقترحون السماح بالتنصت على الأطفال. يما الحب يما فيروس وفي أبو كاس. من العاصمة ستوكهولم نشرة أخباركم يقدمها لكم شادي فرح، أهلا بكم. في أكبر تغيير في مجال رعاية الأسنان تشهده السويد منذ 20 عاما، أعلنت الحكومة وحزب ديمقراطي السويد SD اليوم خفض سن رعاية المجانية للأسنان من 23 إلى 19 عاما بدءا من العام المقبل. الحكومة قررت تعزيز نظام الحماية من التكاليف المرتفعة بتكلفة إجمالية قدرها 3.4 مليار كرون، ما يجعل رعاية الأسنان أرخص للأشخاص المسنين. وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فوشميد أشار إلى أن الوضع المالي يشكل سببا رئيسيا لعدم ذهاب العديد من كبار السن إلى طبيب الأسنان على الرغم من حاجتهم الكبيرة، ما يؤثر سلبا على جودة حياتهم. وأعلنت الحكومة اليوم أيضا عن تخصيص 900 مليون كرون إضافية في ميزانية العام المقبل لتوفير 11 ألف مكان إضافي في التعليم المهني الموجه للبالغين ومواجهة معدلات البطالة المرتفعة. فيما انتقدت المعارضة حجم الأموال الضئيلة المخصصة لمواجهة البطالة من إجمالي 60 مليار كرون تنوي الحكومة إنفاقها، وخصصت الحكومة 3 مليارات كرون إضافية لدعم قطاع الرعاية الصحية في ميزانية العام المقبل. الأموال الإضافية هدفها مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع التكاليف بسبب التضخم وتقليل قوائم الانتظار في المستشفيات. حزب الاشتراكيين الديمقراطيين المعارض يقترح السماح بتطبيق التدابير القسرية السرية مثل التنصت على الأطفال دون سن 15. الحزب أعرب عن قلقه البالغ بشأن تصاعد العنف بين الشباب والأطفال في السويد. وقالت رئيسة الحزب ماجدالينا أندرسون إن المجتمع السويدي يواجه أزمة حادة حيث يتم استغلال الأطفال كجنود من قبل البالغين. أندرسون أوضحت أن الهدف من الاقتراح مواجهة خطر انجرار الأطفال إلى الأنشطة الإجرامية وحماية حياتهم وكذلك حماية خصوصيتهم وسلامتهم. المتحدث في القضايا القانونية باسم الحزب أردلان شيكارابي قال إنه يجب على الحكومة أن تتقدم وتتحمل مسؤولية أوضح تجاه الشباب الذين هم في طريقهم إلى الانخراط في الجريمة. التشريعات الحالية تسمح باستخدام التدابير القسرية السرية على الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاما فقط، فيما يقترح الاشتراكيون توسيعه ليشمل كافة الأعمار. وتقوم لجنة تحقيق شكلتها الحكومة بالتحقيق في الأمر حاليا، ومن المقرر أن تقدم نتائجها قبل 20 من ديسمبر. جهاز الأمن السويدي سابو يعلن القبض على شخص يشتبه بارتكابه جريمة إرهابية في ستوكهولم. المتحدث باسم الشرطة فريدريك فريبييري قال إن التحقيق ما زال في مراحله الأولى، لكن لا يوجد خطر على الجمهور مرتبط بهذه القضية. وبحسب تقارير صحفية فإن الجريمة وقعت في شهر أغسطس الماضي في السويد. جهاز الأمن رفض تقديم أي تفاصيل إضافية عن الجريمة أو الموقوف. وفي سياق منفصل، شهدت منطقة إلفخو في جنوب ستوكهولم اليوم اضطرابا بعد إطلاق نار في وضح النهار، ونفذت الشرطة عملية واسعة في المنطقة باستخدام كلاب بوليسية ومروحيات، بينما أغلقت مدارس عدة في المنطقة أبوابها وأجبرت الطلاب على البقاء في الداخل. قرار وقف تمويل الاتحاد الدراسي ابن رشد يثير موجة من ردود الفعل. احتفاء حزب ديمقراطي السويد SD بدا واضحا بالقرار، وكذلك فعل وزير التعليم ماتس بيرشون، بينما انتقدت الكنيسة السويدية وجمعيات عدة وقف التمويل. المتحدث في السياسة الثقافية باسم SD ألكسندر كريستيانسون رحب بوقف تمويل ما أسماه اتحاد ابن رشد المسلم، كما تعهد بمواصلة العمل لوقف تمويل ما أسماه الأنشطة المسلمة ذات الطموحات المشبوهة. وكان مجلس التعليم الشعبي أعلن أمس وقف الدعم لابن رشد، ما يهدد بإغلاق الاتحاد بشكل كامل كما أكد مصدر للكومبس.
وزير التعليم قال في تصريح صحفي إن القرار يوضح أن المنظمات التي تتبنى مواقف معادية للنساء والمثليين ومعادية للسامية لا مكان لها في الديمقراطيات الليبرالية، والآن تم إيقاف تمويلها، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت متطلبات صارمة لوقف ما أسماه المنظمات ذات القيم المتحجرة. فيما أعرب رئيس ساقفة الكنيسة السويدية مارتن موديوس عن قلقه من قرار مجلس وقف التمويل منتقدا تصريح وزير التعليم. موديوس قال إن اتحاد ابن رشد يعمل على الوصول إلى الفئات المهمشة في المجتمع، معتبرا أن تعليق الوزير يفتقر إلى أساس ويعزز الأحكام المسبقة. كما انتقدت جمعيات مدنية قرار وقف التمويل، واعتبرت في تصريحات للكومبس أن القرار ضربة للديمقراطية. الادعاء العام السويدي وجه تهما إلى موظف سابق في إدارة جوازات السفر بالشرطة بعد قيامه بإصدار 7 جوازات مزورة في نور شوبينغ خلال مايو ويونيو من العام الماضي. السلطات الألمانية اكتشفت القضية عندما تم استخدام أحد الجوازات المزورة لدخول دوسلدروف. الشخص المذكور سافر مستخدما الجواز المزور إلى الاتحاد الأوروبي من مدينة دبي، بينما لا يزال من غير واضح ما إن كانت الجوازات الستة الأخرى قد تم استخدامها أيضا. ويتوقع الادعاء العام أن جوازات استخدمت لدخول السويد، لكن لا أدلة حتى الآن على ذلك. المدعي العام نيكلاس إنجلوند اعتبر القضية خطيرة جدا لأنها تضر بالثقة في جوازات السفر السويدية. الجوازات السبعة ارتبطت بهويات حقيقية، ولكن تم إدخال صور أشخاص آخرين عليها. وعمل المحققون بشكل شاق لمراجعة جميع الجوازات التي أصدرها الموظف في مكتب الجوازات في نور شوبينغ. ويواجه موظف الجوازات تهما بالتزوير الجسيم وقرصنة البيانات، كما تم توجيه التهم إلى شخصين آخرين غير موظفين في الشرطة. إلى هنا نشرتنا انتهت. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الكومبس.سي. عطلة نهاية أسبوع سعيدة، إلى اللقاء. فيروس وفي أبو كاس.